السلام عليكم الحبيبات ديالي، غادي نوجد معكم الهريسة ان شاء الله باذن الله. كيف ما كنقول لكم دائما، كل شيء كنوجدوه في الدار وكنصوبوه في الدار. بالنسبه اللي كنبغي نقول لكم دائما في الفيديو، بان اي حاجه كتشوفوني كنصوبها راه كتكومونديوها من عندي بالنسبه للناس اللي ساكنين في فاس. فالهريسة حتى هي كنصوبها وكنبيعها، اللي بغاها مرحبا به. ولكن دابا غادي تصوبها لكم ان شاء الله. اجي صوبي معانا، ها نتوما غادي تشوفوا كتحيد لها الرويس ديالها وكنديروها في الكسكاس. ياك اييه، نديروها في الكسكاس ونديروا مليحه وريقه سيدنا موسى والثوم وتويمه. كنديروها في الكسكاس، الكسكاس تبخر كتفور حتى كتبخر مزيان، عاد كنجبدوها وكنطحنوها وكنديوها ونجيبوها في المقيله بزويته بلديه ان شاء الله. دابا ها نتوما كتشوفوا كتنقيوها من هنا، وغادي نديرها في الكسكاس ونعاود نوريكم كيفاش. هانتوما شوفوا تبارك الله عليها، دائما كتعجبني نتعاون انا وياها، الله يخليها لنا، قولوا امين. تبارك الله عليك، طبيعة الحال غسلناها مزيان. هذه واحد نغسلوها من نحيدوا لها هادشي. فاش غنديروها في الكسكاس غنديروا لها الثومه بلا ما نقشروها. لا بلاش، كنقولها لهم هما باش يعرفوا ما كنقشروش الثومه. كنديروا لها وريقه سيدنا موسى ومليحه، وخليكم معايا. صافي الحبيبات ديالي، ها نتوما ها الوريقه ديال سيدنا موسى، ها التويمه والمليحه. مازال احنا نصوبوها. بالنسبه للطنجره ديال الكسكاس، يعني ما ديروش طنجره ديال الكسكاس اللي عندكم زوينه في الدار ديال لينوكس وداكشي، ديروا طنجره عاديه فهمتوا، لان كتطلق داك الحر. حنا عندنا هاد الطنجره ديال الكسكاس خاصه غير بالهريسه، وما عرفت يقولوا لنا المشاهدين بان عندنا الطنجره قديمه ولا شي حاجه. كنصلحوها ملي كتبنى الحاجه، ما كنلحوهاش، كنحكوها ونضربوا لها غسله وكنصلحوها. ايوا صافي، دابا ديري لنا ليلها المليحه. ياك دير لها المليحه، وملي غادي تبخر ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كتنزل وكتبخر، وغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش نطحنوها وكيفاش غنضربوا لها واحد تعكيره في المقيله حتى كتولي واجده وغزاله، باش ما كتفسد ما حتى شي حاجه. ها نتوما ها هي الهريسه راها وجدات، لا ماشي الهريسه زعما المزاود، المزاود راهم صافي تبخروا. هانتوما شوفوا كي كيجيو، مازال ان شاء الله نقدموا معكم زيودات داك الصغيورين الخضر والحمر. صافي كديرها في الطحانه، واللي ما عندوش هاد الطحانه هادي يديرها حتى في المولينكس. ياك حتى في المولينكس ولا الطحانه هذيك القديمه ديالنا دمطيشه. اييه، بالنسبه للمقله كذلك، هاد المقله هادي اللي هي خاصه كنخليوها غير الهريسه، ما كنستعملو فيها حتى شي حاجه اخرى. صافي دابا شنو غنديروا؟ دابا غادي نطحنوها ونردوها تعاد على ما نطحنوها، ونردوها تتحمر شويه بزويته بلديه. اييه صافي، دابا غادي نطحنوها وغادي نوريكم كيفاش جات، ونديروا لها الزيت البلديه مليحه. درتي فيها هنايا المليحه؟ المليحه اها. صافي نطحنوها دابا. ها نتوما شوفوا تبارك الله، وصلى على النبي كي كتجي واحد الريحه طالعه ما نقولكمش. جات هي كتسعل ريحه مجهده 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 بزاف. صافي دابا شنو غديري؟ هادي تقلبيها في المقيله. هنا عندنا كيلو ديال المزيودات، شحال نديرو لهم ديال الزيت البلديه؟ شي كاس، كاس ديال الزيت البلديه. عندكم ملي تكونوا يا البنات كتصوبوها، عندكم عويناتكم بعد المره كنساو كنديرو. دابا طالعه عليا مع عيني شويه قاسحه. ها نتوما ها هي غزاله تبارك الله،
هكا يمكننا نصوبو حتى داك الفلفله الحمراء الكبيره. اييه هادشي اللي بغيتي ونديروها في الطياب في عود الفلفله الحمراء العاديه. صافي هنا نزيد نحل الكميه اللي بقات. اييه هذاك التويمه تبارك الله كتشهي. صافي ها هي من بعد ما طحنت الطحنه الثانيه ماشي مشكل حنا كنسعلو راه دارت لي غون في يديها باش ما تكش عينيها ولا شي حاجه. صافي هنا كتكرد داك الطحانه مزيان ما تخليش حتى شي شويه ما نضيعوهاش. تبارك الله غير اللون ديالها كيشهي. مخليش فيها حتى شويه نضيعها. اييه سباتول مزيانه. اه كتهبط كلشي ما كتخليها كتشعل. اييه الله صافي. ايوا ها نتوما كتشوفوا اللوين ديالها مازال دابا ملي غادي تعكرها بداك الزبده البلديه عاد غادي تزيد تعطي اللوين وصافي. دابا نديرو لها قلتي كاس زبده بلديه اه صافي. شحال نخليوها فوق البوطه؟ ايوا عينينا ميزاننا ليه منين ما تبقاش فيها الماء بزاف صافي. اه كتستم داك الماء. دابا انا راني فاهمه ولكن كنسولها باش نتوما كتعرفوا مزيان المراحل مزيان. شحال هنا درتي؟ نص كاس. اه حيت قلتي لنا كاس في اللون ما عطاتش بزاف هكاك حيت على حساب الحظ شحال عطى على حساب المزيودات شحال عطى. ايوا بسم الله. دابا حيت هي تبقى تحركها داكشي علاش راها دارت لي كون في يديها. ايوا صافي حبيبات ديالي ها نتوما شوفوا ها هي الهريسه كي كتجي تبارك الله كتجي معاك راه غزاله ما كيبقى فيها لا ما حتى شي لا ما لا حتى شي حاجه. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من التعاليق ولا لايك وكيف ما كنقول لكم دائما اي شهيوه بغيتوها خليوها لي في لي كومونتير وانا معليا غير نديرها لكم ومرحبا بكم. الى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده مع شهيوه ام نزار.